مرحبا بك في قناة ألغاز بلا حدود. في تحدي جديد وهو تحدي تخمين اللاعب من خلال انتقالاته المهنية. كم من جواب صحيح تستطيع الحصول عليه من أصل 30؟ هيا لنكتشف ذلك. السؤال الأول، خمن اللاعب. الجواب هو السؤال الثاني، والجواب هو كريم بنزيما. هل تستطيع معرفة اللاعب؟ أكيد ليونيل ميسي. من هذا اللاعب؟ إنه نيمار. السؤال الخامس، كريستيانو رونالدو. السؤال الموالي، الجواب الصحيح هو السؤال السابع، من هذا اللاعب؟ ديكلان رايس. السؤال الموالي، ساديو ماني. الجواب هو السؤال العاشر، خمن اللاعب. السؤال الموالي، سوف أمنحك مساعدة، هو حارس مرمى. إنه ياسين بونو. السؤال 12، الجواب الصحيح هو من هذا اللاعب؟ اللاعب هو السؤال الموالي، الجواب هو أنخيل دي ماريا. السؤال 15، خمن اللاعب. روبرتو فيرمينو. من هذا اللاعب؟ السؤال 17، اللاعب هو هل تستطيع معرفة اللاعب؟ اللاعب هو كريستيان إيريكسن. السؤال العشرون، والجواب هو
السؤال الموالي: خمن اللاعب. اللاعب هو من؟ هذا اللاعب الجواب الصحيح هو السؤال 23: خمن اللاعب. اللاعب هو روبرت ليفاندوفسكي. هل تستطيع معرفة اللاعب؟ اللاعب هو من؟ هذا اللاعب والجواب هو السؤال 26: بول بوغبا. خمن اللاعب. حكيم زياش. السؤال الموالي: والجواب هو من هذا اللاعب؟ اللاعب هو السؤال 30: الجواب الصحيح هو السؤال الأخير: هل تستطيع معرفة اللاعب؟ إذا عرفت الجواب أخبرنا في التعليقات. لحظة، شكراً على المشاهدة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. إلى اللقاء.